دماغنا مش عاي... اللي مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. انت هنا هنقلب ده وشكم مش هنبيع. انا دماغي توجعاني واحده واحده. انت فرن المعلم حنفي. هات استنى يا رخاي. انت عايز ايه؟ 10 رغيفه ليه؟ معاك كام معايا؟ هم 3 رغيفه بالسلامه. ليه 10؟ مع السلامه. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات، ما تحمدش ربنا. تعال هنا تعال هنا، هات رغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شويه. بجنيه؟ قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك اتنين انت ومراتك. استنى يا ياض، خد النص لابنك. يلا بالسلام. بس استناني انت شويه. 5 رغيفه يا معلم لو سمحت. 5 رغيفه ليه؟ انا والوليه والعيلين وامي. امك قاعده معاك؟ ايوه امك قاعده معاك. طب ما ينفعش تاخدها. ايه يا معلم ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمه ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده امسك ادي العيلين. ايوه وانت والوليه وامك ست كبيره ده يلقبك في معدتك. انا ازاي ما هي زي بني ادم هتاكله زينا؟ ان شاء الله عنها مطافح وانا مش بايع لك. عايز حاجه تاني؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انتوا شعب النهارده. سيك يا وليه. يلا اتكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا ايه في الهاد النار دي؟ يلا بالسلامه. بكره بكره العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يلا راجل تؤمن. ايه في الهاد الفرن؟ صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين يا صبحي؟ انت جاي متاخر يا صبحي وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحنا يا معلم، اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا يا معلم. انت عامل حاجه؟ مش عامل. لا لا، وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم، ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي؟ ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوى في الكيس ده. لا 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 لا، اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه اشياء. فيه اشياء؟ وريني، مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني؟ وريني. يخرب بيتك. جبنا نستو يا صبحي. جبنا نستو يا معفنين. وعيش فينو؟ اوعى كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم، انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كداب. لا وربنا شكلك كداب. لا. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي، فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمه يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده، حنفنفي يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهم. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهم؟ تعالي بس ارتاحي. تعالي داخله لنا في شريكتك ليه كده؟ ما نفشوش ليا يا اخويا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تصدق بالله وحشتيني. وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما تطلبتش معايا. ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا ما يرلش. ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي. لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم. وما هدخلك البيت ده تاني. وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استاذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده، في حاجه تانيه معصباكي وقلقاني بصراحه. بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا، الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص توبنا الى الله.
دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. فينك بقى يا دهم؟ خلاص كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده، مفيش كلمه حلوه كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا في نور عينيا، كبه وكبه ومليون كبه. الهي اشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما عايزه تسوي تيجي تلم عليك اللمه. الله يتقبل منك يا شيخ. علمها يا معلم، علمها معلمها معلمها معلمها. ايه يا شيخ؟ في ايه معلم؟ في واحده بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا واد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم؟ هي اللي في العربيه. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. ايوه ايوه الله يفرحك يا واد. هديك 15 رغيف تروح بيهم. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره معلم حنفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر، عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس جوزتها، برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. واتجوزت التانية والتالتة، إن أنساكي مش عارفة أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي في فرن بلد وانت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت، برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاع وبنرمي. العيش يقب اشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل، بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هاو على العيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها تفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا، هي عندك. تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير. شوفوا بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقول لك ايه كيداهم؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه. طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. اللي حصل مش حاجه كيداهم. انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الاسره دي. مستقبل الايه؟ الاسره. اسره ايه؟ اسره ايه يا ابو اسره اللي انت بتتكلم عليها؟ ها تعالى لي هنا. اسره ايه؟ انت عامل مصيبه ومخديه عليا يا حنفي ولا ايه؟ وليه بنات؟ فضيتك يا اتكلم يا وليه؟ فهمني وليه بتحزقيني قدام بناتك؟ عيب كده. انا ما حدش لعب في دماغي. انا اللعب كله في قلبي. قلبك قلبي. سلامة قلبك. انا عايز اقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناه الاف ام. نجوم اف ام؟ ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه؟ وانا معلم عره؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحه هتجوز. يا لهوتي يا بصتي. يا لهوتي يا لهوتي حضرت قلبي. ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ مكفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا. عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه مكفنيش وهتجوز على ماما تاني كمان. بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز.
لك عليه، شايفاني ماشي بقعرك في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين اوليا، انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي؟ يا بت... لعيب لعيب كره يا حنفي؟ يا ولاد بتضربيني بالركبه قدام بنات، شوف اياب سودا مني يا حنفي. ها يا وليا يا وليا يا وليا يا جهله يا جهله على الساعه يا وليا يا جهله، جينيفر لوبيز لعيب كره ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شيختني ايه اللي حنفي؟ ايه؟ لمها يا حنفي. مش لمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه ما عدى. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي؟ انا اسيب ام عشان جينيفر لوبيز؟ ده انت يومك النهارده اسود، ده انا هخليكوا تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وشوفي. يا كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامه اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك. قولي. الله يتقبل منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوفك يوم. شيختني ليه لقيت الكهرباء في الطرقه ونخلص منك؟ بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز. هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدرة. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت توايا السفاله دي، ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انباري انباري انباري، ارجعي. تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا. انباري انباري، ارجعي. المهم والست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خلق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبهوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو السيدة. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت، بقول لك تعالي. تعبت، تعالي هنا، بقول لك تعالي. انباري انباري، ارجعي. تعالي تعالي، بقول لك انباري انباري، ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا ماما. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم، المعلم حنفي الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم، وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان؟ اسمها ست جينيفر. جينيفر، انا اسف يا معلم حنفي. انتوا مصدقين يا جماعة؟ جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران. وعلى فكرة الخبر ده حقيقي مش إشاعة، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. أنا بتصل عشان أبارك للمعلم حنفي الفران وأقول له دي ضربة معلم وخطوة مؤثرة نحو فتح أسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهية قبل ما أمكم كمان يغمى عليها وأخلص منها. هتجوز يعني هتجوز إن شاء الله على أنقاض الأسرة دي. يلا يا أنت النهاردة يا حنفي، يلا يا أنت النهاردة يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ أنت فين؟ أنا أهو. أنت هنا يا أخويا. يلا يا حنفي، يلا يا حنفي، لايمها يا حنفي. مش هلايمها. عديها النهاردة يا حنفي بدل ما أجيب أجلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. طب بص يا حبيبي، أنا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلعك. أمال إيه؟ حنفي إيه؟ عشان خاطري إيه؟ نبتدي أنا وأنت صفحة جديدة النهاردة. صفحة جديدة إيه؟ أنا فاضل لي ثلاث صفحات في حياتي، عايز أعطيهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي إيه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها، هتعمل إيه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا أخي، بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي إيه؟ أنت عدل كده وأنا هعدل لك الطاقية يا عينيا.
بصني يا حنفي. اديني بصيت لك يا ولية. انا بصيت فين؟ انا بكلمك كده. ما انا بصيت. بصني يا حنفي. بصني بصني. عيط هقهرك وهتجوزها. يا حرامي. اتقهري. طب بصي يا حنفي. ايه؟ بصي يا حبيبي. إيه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحبش نفر، بحبها. يا حنفي ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله. يا واد هعجنك. يا واد ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى. اقعدي. اقعدي بقى. اقعدي. بصي يا حنفي. ايه كل شويه بص بص وانا بص فين؟ انا بص يا اسطى. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزك. اتجنني. اتجنني. انت لسه شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى. الحكايه بص دي يا بنت المجنونه. يا ابني امكم اتجننت. ام حوش عني يا ولد. اتجنن. طب ارفعي ايدك. ارفع ايدك عشان تعرف. انت اللي انت اللي ترفعي. ارفع. اقعدي بقى. اقعدي بقى. فلقني. يخرب بيتك. طب بص. بص برضه. الحكايه بص دي. وانا اعمى ولا ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها. وهقهرك. انت بص بقى. ايه؟ انت النهارده هتجيب اجلك يا حنفي. حد يخلص حد في الخناقه دي. اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music. Kathleen Bird York. يا نهار اسود. كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده. ما اقدرش اذيك يا جنيفر. ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك. ايه اللي قاعدك مكاني؟ ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين، حموتك بالراحه. حته حته هقطعك يا شهيه. ذبحوا المعلم. صحيح ذبحوك يا معلم. ذبحوني ايه يا ابن العم؟ ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله. ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خلي لنتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير. جوازه واتنين واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي. لكن انت ما بتتحدش ما بتهمتش ولا ولا ايه؟ جرالك ايه؟ خلصت يا اخويا على نسوان المحل ورايح تلقطلي من بره بقالش نفر. ايه؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق. انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي. مش حاسس ان انا راجل في بيتي. انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا قاضي؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا قاضي؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا قاضي؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى. اهدي وعقالي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا قاضي؟ بصراحه لا يا معلم. صح يا معلم. صح. شفت الكلام الحلو؟ ما أثرش فيك بذمتك. لا أثر فيا يا حنفلة. أول مرة أسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس اللي ما
عيطتش يا حنفي؟ والمدمع ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفنا. تعالي تعالي يا كيداهم نرجع الشنه الجميله كيداهم ونقعد في فرننا. يا حياتي يلا حطيلي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفنا؟ وكل السعاده اعوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لي يا حبيبي يا حنفنا. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط. المتهمة يا حضرة الظابط اهي كانت عايزة تقتل خطيبتي الانسة جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجة دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضية كاملة بالسلامة يا حنفي. كده يا حنفي كده تسلمني للظابط يا حنفي. يلا مجنونة. مجنونة ايه؟ ولا يلا مجنونة. يلا يا هبلة خدوها بالسلامة بالسلامة حضرة الظابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر، انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه يا باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. سيبني عشان تنتظر يلا يلا يا من هنا. سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل. معلش وليه مجنونه؟ معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. كل حاجة. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده. زهقت. ده جاي فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابة ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ ايه يا سوني ما تتعبني. انسي بقى شغلتك القديمة. ها؟ ولا حنيتي؟ بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده؟ ده الديلر. كان فيلم حلو قوي قوي. سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا تعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم.
ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده خضتني سلامتك اهدى انا دكتور انا دكتور ما تخافش اهدى اهدى ثانيه واحده حطي لي ايدك هنا على ركبته دي خلاص 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 الرياكشن ايه بيلو ايه بيلو بيلو بقولك ايه مش عايز تهبله الكلام كويس في ركبه بتلق فين الحته ده اكتب في التقرير ايه بتلق امسك نفسك انت كمان انا مش فاهم بيصوت ليه انا مش فاهم حاسس بايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره قلت له ازاي قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح ايوه استاذ احمد السقا يعملها انت كذاب انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا احمد السقا في منتهى الرشاقه كذب مش عايز انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايز نبلغ البوليس قول وخلصني ها ما هو كنت طالع بشخصيتين مصر وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول لسه هتحكي تاني الحكايه بدات من وانا صغير كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط كنت اسيب الامتحان بس كمل 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 انا مش سامعك كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا وبعدين لما كبرت خلاص كمل لما كبرت ايه اللي حصل لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه انت السقا راح السقا جه انت مجنون يا ابني لاني جريء زيه بالظبط اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما خافش يعني يا راجل باين عليك وكنت ساكن في التالت اخد السلم كله جري اخر سلمتين انطهم انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل بطل كذب دي خلاص دي خلاص حتى مفيش وطي صوتك بقى عايز اسمع صوت عظمك لا مفيش زقزقه في اللي عارفه معلش ان شاء الله ربنا يكرمك ده السقا جنن الناس مش معقول في حاجه تاني انا عايز اعرف اخف امتى ليه علشان اتدرب على نطة الشلال نطة الشلال كفايه بقى ده انت صدعتني انا زهقت ثانيه واحده وانت كمان ابعدي عني كده في عايز اخد نفس الو يا رانيا ايه فوزي مفاجاه خير اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه ممكن بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش يا فوزي عشان خاطري حاضر هوديك حاضر هجيلك استوديو ايه جلال حاضر طب خلاص وتعزمنا على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل اخيرا هشوفه يا فوزي باي حبيبي باي باي يا حبيبتي باي باي ايه يا سونيا انت اتجننتي ما قلتلك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب يعني اللي في دماغك ده شيء ليه خلاص احترمي نفسك بقى اعتبري نفسك شعر مخصوم منك فهمنا ايه القرف ده يلا يا ابني تمام اسرع مش عايز مرقعه اللي يخش يلبس على طول يلا بسرعه عد ايه يا ابراهيم قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه يلا بسرعه خير يا راني حبيبي سوري اتاخرت عليك معلش حلو قوي المكان قوي النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت وكلهم ضحايا حبيبي يا ستي دوبلرات احمد السقا كفايه انك جيت يا حبيبي معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش انت فرحانه انت بتحب احمد السقا كده قوي هتشوفيه بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيزقونا ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده الروح بالروح ما بيسيبوش بعض حلو قوي عشان بصي انا عايز ايه تشوفيه ونروح نتغدى بره اوكي انت مبسوطه نشوفكم حلوه هو اسمه ايه جميل سفينه لو سمحتي يا فندم في هنا الاستاذ جميل سفينه سفينه هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر سفينه ايه يا عم المركب شكرا ميرسي على ذوقك ميرسي يا فندم دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت لا يا فوزي انت يا ابني ايه يا ابني انت بتتكلم باسلوب احسن من كده حضرتك تمين انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك لا حضرتك واضح ان فاهم غلط انا دكتور انا مش كومبارس انا جاي لخطيبتي هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس دكتور عصير يا استاذ عصير ايه يا ابني انا عايز قهوه ايه القرف ده غو من وش حاجة تقف أؤمر حضرتك انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا انت فرحانة دوبلير ايه لا انسى الموضوع ده مستحيل مستحيل ايه الضوء الضوء وتن ما تقول لف وتريح نفسك لف
ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك شوفني ليه؟ ايه البتهريج؟ انت هتمثل. مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير. ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان، لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك يا ماما، بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيا حركه ولا انت بتهرجي؟ وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع، ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش؟ وجبه كشري. انا كل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما اوريلي في حته تانية. امثل ايه يا رانتي مجنونه؟ اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش ما تشدنيش. هو ايدك ليك يا ابو ابي ترد عليه. هو ايه؟ بسرعه جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء ايراكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط، صح؟ والنضاره. خلاص، ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله، انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي؟ امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخد؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع. احمد ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا؟ خلي بالك من كلامك. ها، في احساس. هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعرف؟ لا، عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك، وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا؟ مش هرد عليك دلوقتي. ودلوقتي تقدري ترد. بس يلا يلا بينا. اعمل ده في البيت. يلا يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل. اتكلم بطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيي. طب جاهزين يا بيت؟ اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه؟ يلا بس قوم. حضرتك اتكلم كويس. لا اتكلم مع دكتور. طب ماشي. لا لا، وايدك ايدك معلش. ايدك ما تمدش ايدك عليا. لو سمحت اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا سياطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ هاي هايس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا هايس. ده هيعمل مكان استاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو. وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ أيوة. انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي، وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما اعطلكوش. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي، انت خلاص افسدت لي يومي النهارده. مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده اعرفك، مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما كانتش؟ لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش. ممكن اعرف المشهد؟ لا ده مشهد هتتذبحي فيه. بس ايه؟ هتتذبحي. انا موافق. لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه، هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا. يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا لا لا، هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ انت بتهزر. و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بصي اللي هيضحوكي. بصي اطفال ابرياء. فوزي الخطوبه افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه عشان طول الليل والنهار احمد السقا. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه. اوكي ما
ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا انت خلي استاذ احمد بتاعي ينفع. جهزوها للمشي. هو ما عرفتيش فوزي انت مرمطيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حضرتك بتجيب الناس دي منين؟ ايه يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. ايه الدم يا حبيبي؟ ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفها زياده. ما تخافيش دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم وهتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السعى. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترمش. يلا يلا حبيبي استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود كنت بهوى بجد. البوليس اتبعوا خطفتي خطفتي. اتبعت اتبعت. ايه يا هبله قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا. اول واحد سابك وجاري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه والعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكرك. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطه الشلال. حبيبي يا حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 وحش. استاذ احمد الله. استناني هنا اروح اعمل مكياج مشهد جديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. يا الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. ثابت وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار نار. ده بجد لا مش هبل مش هبل. علشان كده مغوار مغوار. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار. ده بجد لا مش هبل مش هبل.
عشان كده أنا مغوار مغوار لأجل القانون أعمل مجنون واتحدى أي حرامي في الكون اديني مزد على التليفون تلاقين أنا وغيري عصم لي للميري عصم لي للميري يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا نازك السلحدار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه يا اهل كده ولا كده اقعدي كده ولا كده ايه دي سكه السكه دي كده مفيش زباين غيرك ولا ايه المسخره دي هي يا اهلا يا اهلا اتفضلوا حضراتكم هنا اديني ده بينه اهبل ولا عبيط انت ما تعرفش انت بتكلم مين سيبه سيبه يعني الطربوش واللسة والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه اسمع يا علي انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فين فهمت ولا لا انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده ده هي شايف يا علي شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي وشايف هي زي حته الجبنه ازاي لسه شوف لنا حته نقعد فيها يلا خلصت حاضر يا عمده ده انت تؤمر يا عمده ممكن اقول لك ايه ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه ايوه يا عمده بس ده قاعد معاها بني ادم فين البني ادم حته انها بتشاف حد الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها انها مجنونه ولا ايه هي قاعده معاها حد بحول الله يا رب لا حول الله ربك بيخلق كتير حفظ يا ولي حياتي النبي ما شفته النبي ما شفته السلام عليكم وعليكم السلام ظروفك باينه انا هخلص معاك انا هخلص معاك تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتهرب من هنا اخد كام واسيب الترابيزه ايوه هو انت شايفني رخيص للدرجه دي ما تعمليش فيها شريف اسمع الكلام تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم انا ابويا وامي ما ربونيش على كده تتكلم بجد ابوك ايه ابوك وامك ربوك على ايه انا ابويا وامي ما ربونيش خالص واضح انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه متشكر يا عم عينيه هيخرب بيتك متشكر جدا سلامي بقول لك يا عم أمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها باك اكتب على دي انا هديك ورا ب 10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح هي خرصه ولا مالها من ببلبه ليه كده يلا هات من هنا يلا يلا يا عم كله الاول هم نفسكم وحب فزي. مع السلامه يا اختي متشكر السلام. يا عم متشكر مع السلامه ايه الناس دي اهي ادي يا مليك ادي يا زفت انت والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين يا نهارك اسود ومنيل لا هتولع وانت قاعد على الكرسي جنبي استغفر الله العظيم تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده تاخد ايه الاوردر ايوه كده علي صوتك فاهم الرجاله البهايم دول شغالين مع مين ايوه ناخد الاوردر تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم انا اكل ذكربط انت قاعد عند عميتك استنى قاعد في كافيه افهم ايه انا هطلب لكم مش هتفهموا حاجه اسم هات لي الولا لا ده هو هات له اسمها ايه ده هي سلمون وهات له شريم هجيب لك شريم وايت سوس ولا ريد سوس استنى مع اول مره يجي هنا تاخده وايت سوس ولا ريد سوس ها لا ما فيش ماهاش هو ما بيحبش الصوص ما تجيبلوش صوص وهات له تاكل ايه يا ولد يا ولدي حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو اهدي انت جاي تقتل ولا جاي تاكل افرض خير ايدك خليك تطفح هات له اسمها ايه ده هي اللي خدتها انا من يومين ستروبري باركيه ستروبري كيك ستروبري كيك اكلك استروبري كيك بس هتاكل ازاي بالعفنه والشنب والقرب دوت يا ما نفسي تولع وانت جنبي حياه النبي لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه ايوه شوطه صح انا حاسس ان انا شوطه نازك نزقت ده هي
يا خراب. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمدة؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العمارة، عمارة قاعدة وجنبها حتة وردة، ان شاء الله يولع. ما تمشي بقى انت تاريخ المواقف فاتح البق واسنانه اكتر من سنان الادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظت؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب، انت مولود ازاي يا ابني بالكش ده؟ مستعملاه في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للسلاح دار، جاي للمبه عيله السلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. هاو قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان، ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراه ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبة كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعدة معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه مين بيشوفك وحواجه ما تلعبش لوحده؟ يا خبر اسود. صدقي صدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها. يعني عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مين مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. بتجعي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي بطربوش ولا البدله اللي لابسيه هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوف عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روح اشتري له 40 متر بقى عشان تستري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر؟ ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هاني. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هاني، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هاني وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياه النبي حياه العيون ده، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين. سلامونتي سلامونتي، عايز التخين ده يسمعها والنبي لا تفرسيه وتقولي لا. ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده؟ يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر، ورينا هتعمل ايه بطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافند اللي معاك مفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا دياريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس، وانت حسابك معايا. هيا يا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي، اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزة طارت؟ طارت طارت منين يا ولد؟ انا العمده، استنى عليا شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاد ايه تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟
هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضرب عليك نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوة عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحه انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزك، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبه. انفسيب. استرها يا رب، يا رب ما تتقتل في الولاده يا رب. اقومها بالسلامه. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلك ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه، اسال مالي. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه، انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين، اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكوا، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. بصره النبي. ايوه ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله. الحمد لله. وطمنا على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور الله عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده عيّاً؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنال، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي.
مدام دون سلامة سردينا رئيس المنظمة، وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة، المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي، ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتسندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها، وجدول الأعمال هيقرا عليكم ماي بادي جارد، ماي رايت آر، دراعي اليمين، مستر متولي أدريانو جوميز. فليتفضل. مبدئيا بعتذر عن التأخير، إن كنت برجع برا أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم، الرجل الأول في الإرهاب والدم، مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم، السادة الأفاضل من الشبيحة، السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم، الذين لا يعرفون طعم الرحمة، الذين يعشقون القتل والقتلة، بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة، كل الأشرار في العالم هم أخواتي وأخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح، القرارات كلها في مصلحتكم، وهي كالتالي: أولاً، تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا برا القانون، كل ده حسب اتفاقيات التبادل المخدراتي والسلاحي، زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشورة للعمرانية ايجيبت. عايز اقول حاجة، احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاة جديد يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضادة. ايوه العرس العضادة، العرس العضادة. يوروني بقى، سوري انا ازعجتك، يوروني بقى، يورونا يمسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمة الاسبوع اللي جاي عملية اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبة السعيدة دي والاحتفال ده بنجاح الصفقة، اسمحوا لي اني اشكر مسز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمد والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاضي في الشارع اللي ورانا. حسن. متولي. سيدي. أنا مصر إني سمعت صوت رصاص. رصاص إيه الوهم ده؟ أنت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع، مش أكتر أجمد يا معلم. يا متولي، أنت متأكد؟ طبعًا. لا اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي واستاذي، انت ماي فازر بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي امرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا، كويس ان غرفة 60 داهية. انا كنت معجب بيك من زمان، بس ما كنتش عايز اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامة سردينا، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود اطفال. اوكي يلا بينا. استاذ الصحفيين لو سمحت اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر، فهضطر اصفيكم.
كلنا صبيان المعلم سردينة وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم، انت وانت. صح؟ صح يا معلم. اهم حاجة ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي سردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل أن يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وزاع صيته في العالم كله وأصبح على رأس قوائم الإرهابيين الخطرين والمطلوبين. انت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مرة الرصاص يتحط في التلاجة بدل ما يفرقع في وشنا، ايه الغباوة دي يا ابني؟ ما بت انت شكلك غبي. يلا نورة حتة، قوليلي سعيدة معايا أكتر ولا كنت سعيدة مع سردينة؟ معاك أنت أكتر يا حياتي. شكلك منافقة. شايفة الواد رومي؟ أحسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي إيدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. كده يا متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانسي طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفتي ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي. ما انت شايفة بهب بايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. سبحان الله. طب بقول لك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي بالرمل. لا خلاص هيكس بقى. سان دييغو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجة؟ بقول لك ايه، في رجلين من رجالتي هيجوا لك دلوقتي يخبطوا عليك بعد الثانيه واحده. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعت لي دماغتهم خونه. يلا باي باي يا اودي. عملت ايه يا واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا سردينة، بنت سردينة. انت بنت المعلم سردينة؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا بنت واحدة تانية؟ ما شاء الله ما شاء الله. تعالي يا حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سايب لنا صبايا حلوين ازاي؟ لف يا حلوة، لف لف، حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقة عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نتجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي طول عمرك اصيل يا بوس. يا ابني لحمنا هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عينيا. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينة. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. يا اوديو قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم؟ الله تجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك. ولا بقول لك
كده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب. انت مين؟ انا اخت المعلم سردينة. مين؟ اخت المعلم سردينة. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينة. امه جايب المعلم سردينة. مساء الخير يا حلوة. مساء النور. اتغنداري اتغنداري ما شاء الله. انا اول مرة اعرف المعلم سردينة الله يرحمه دي اختي بالحلاوة دي. لا ده من زمان. امريني يلزم خدمة. غلبانة وتعبانة ومش لاقي حتة تقويني. ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا. والله يعني انا كان عندي استعداد بس مش للدرجات دي بصراحة. مش للدرجات دي. سنتياجو. ايوه حلال. استنى انا هكفيك. تعال سنتياجو تعال شوف القمر. مين دي؟ ده اخو المعلم سردينة كان بيخبيه عننا. حضر ورقة عرفة يا حبيبي ومبروك عليك. لا شيل. افرحي افرحي يا عروسة. افرحي افرحي. نعم سيدة الاقمار السوداء. نعم. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا امي. يحنن يحنن روح حته تانيه. لا يا حبيبي انت مش عارفني ولا ايه؟ شو واخد بالي مين؟ انا ام المعلم سردينة. يا اهلا وسهلا. يا اهلا زارتنا البركه ام المعلم سردينة. عمي وتجراسي واموريني. ربنا يخليك يا ابني. والله انا بس كنت مزنوقه كده في حاجه يعني. خلاص خلاص ده الليله السوداء دي. سانتياغو عيني. ده ايه يا رب الوقعه اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز ام المعلم سردينة. يا اهلا وسهلا نورتينا. خدها من خلقتي بقى. دي ختمت قفله منيله ب60 نيله. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو ايوه. دور لي وشها دور لي وشها. سامحني بقى يا معلم سردينة. كله الا كده. مش هقدر مش هقدر. تقيل ومافيا وعايش عافية ولا عندي رحمة ولا دم. ولاد متولي أنا من ولاد متولي. ولاد متولي أنا من ولاد متولي. مجدع ومن كمان دينجي وانصام مصام في الحريم صام. بفتخر وبقول من عيلة كبيرة مامتي طنطي نبيل. أنا تاجر سلاح. بفتخر وبقول من عيلة كبيرة مامتي طنطي نبيل.
هانم انا مقدر مشاعرك، بس عايزك تتماسكي وتتملكي اعصابك شويه علشان تجاوبي على اسئلتي كلها. انا يهمني اعرف مين اللي قتل ابن حضرتك، ومين حط الدبدوب في بقه؟ تعرفي ايه عن الدباديب؟ الحقيقه انا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزه حضرتك تعرف ان ابني اكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل حضرتك بتستهتر بكلامي ليه؟ ايوه كان بطل، ومن عيله كلها ابطال. ابطال؟ طب يا ريت تحكيلي كل حاجه عن اكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكه كده جت احكي برضو عنها. للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد. إكس كان جده الكبير قائد عظيم، أظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الأول. مين مدحت الأول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت إيه؟ لأن في أربعة مدحت في الدفعة. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب إيه ونيلت إيه في الجو النار ده؟ ده أنا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك إند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. أرجوك لا. نفذ الأمر يا مدحت. أرجوك أرجوك عافيني أرجوك، أنا بخاف، بكره الصحراء وبكره الأسنة، وبعدين السيفتي إيه جدا جدا، والبتاعة دي معصباني، أرجوك عافيني. نفذ الأمر يا مدحت. حضرتك أنا دخلت غلط، أنا كنت كاتب في رغباتي فنون جميلة، أقسم لك بالله. أنت مطلوب بالاسم. أنتوا عندكم 4 مليون جيبة، اشمعنى أنا أبو السيدة؟ أنت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس أنا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، أنت جميل. وأنا خطيبتك، أرجوك اعفيني اعفيني. يلا يا مدحت بقى، يلا أنت أشطر واحد هنا. يلا. حاضر حاضر. اقنعي واختار حد غير من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كل اشاعات، اقسم لك كل اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره، سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع، سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر. سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم. عصبي قوي. يلا. الفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متأكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي. حضرتك قائد يعني مرتاح، وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي ميرسي، كان نفسي اسمع الجملة دي، ميرسي قوي. يلا. هو الفت. بس بس. ايوه. اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي بيحصل؟ يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ وانتقلت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاند بروخ بيشتير، وجده الكبير رادي فالر كان له صولات وجولات في الحرب العالمية. رادي فالر كان لعيب كورة. تشابه أسماء.
يخلصوه. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف فاضي يا انت بقى وادرز القوي. ها يا دي بوزك البحر والنحس او زفت القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على العدل بسرعه يلا. لا 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 لازم تعمله التقاعد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماك اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حرقاوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ منين ده حلواني؟ ما انت تبعنا. من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسر سافر امشي قدام منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل الواد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يبقى يلا يلا قص يا رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام؟ يا جدع عندي اول حرب ليا ومش العب. ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الموت دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحاب امها. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض، ابعد ياض. انت رزق معانا ريال، معانا ريال، معانا ريال. الله 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 الله. وده كمان يا نهار اسود. الواد سيد هنا ب 60 ده النصاب. حط الاريا فين؟ هنا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه اقعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص اخلص افتكر ربيع. معانا ريال، معانا ريال. حاضر حاضر حاضر. توكلنا على الله. غطوني ها. يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم؟ ايه يا عم انت بتشيعني؟ انت بتطول عليا يا حلواني. ارفع وترفع وحدوا. خرب بيتك حلواني، 100 متر سلك. حلواني ايوه اهو حلو كده. 5 ساعات وركز معايا كده حلو. انت كمان جايب بصوره طريه اهو حلواني في وسط الحرب. ها خلاص ايوه كده. حلو اهو اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ ما عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع؟ ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجة كل شروطك انا موافق عليها، بس شوية بس ثانية ننظف المنطقة عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح؟ ايوه كده شكلك شقية. حلواني انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبة اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. انا ما فهمتش حاجة من الحواديت دي كلها. علاقتها ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر ليك ومامك يعني هتضربني؟ ما انا بتكلم من غير اي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيرة قوي، وانا حذرته ايام حذرته، بس هو كان للأسف دماغه ناشفة جدا. كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكة دي للأسف اتسببت له في مشاكل كثيرة. حلو قوي. مشاكل كثيرة مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. انا هحكي لحضرتك. احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا لا بينا ولا علينا، فجاه طبوا علينا. حلو قوي. كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. بيهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بديرها، فهمتوا؟ انا اللي بديرها، مش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه.
دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبست في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني يلا يا تخرج من هنا يلا يا احمد برا. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بيبي. Kalen X.
ماما يا ماما مش وقته مش وقته. انا وصلت ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه. خد البت دي يا عم انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي. ايه ده ايه ده رجلي اللي رجلك ايه؟ انا مالي من عايز انزل عندي شغل. اتفضلي لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه مش مقطوعه ده ركبها بتقول ده ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت زقيني زقيني يا بنت صغيره زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك ده انت اختي. ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده وهيخلي طليقك ده يلف حوالين نفسه. ده احسن محامي على مستوى شارعنا ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظما ده يومه اسود هو واهله. احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعدين عنك يا استاذ. اتفضل. ده لابس شرطي ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب. طبعا جهزوها جهزوها. يا سياده القاضي ان هذه الام الوحيده الغلبانه الكثيره النمروده. نمروده ايه يا استاذ؟ لا يا فندم اقصد البنت الصغيره المقروضه. البنت الصغيره المقروضه دي يا فندم من حقها انها تكبر وتترعرع بين امها وابوها. هذا الاب العظيم الاب الحنون اللي كله تواضع فممكن عنده 100 بدله يا فندم لكن جه المحكمه بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. انا بطلب من عداله المحكمه ومن هذا الاب العظيم اللي مش موجود في الدنيا ان البنت دي تطلع في حضن امها الحنونه المجنونه. يا سياده القاضي انا مختلف مع الام دي كتير لكن في النهايه يا فندم هي ام. طب اقول ايه؟ ما هي ام اخي اقول راجل يعني. سيادة القاضي انا بطلب من حضرتك توقع اقصى العقوبه على هذه الام. هذه الام المستهتره. تخيل يا فندم انها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيره وتسهر لحد ما النهار يشعشع والبنت لوحدها. انت بتقول ايه يا استاذ؟ بنت ايه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك ايه؟ ابو البنت دي انا عارفه وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده وعارف كل الاعيب. يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقها. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر. الله عليك يا استاذ. الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه ده انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم مين كريم؟ هجوم. بصوا يا شباب احنا عايزين نتفق. البنيات كده الافيان كده مش كله يضرب نفس الضربة عشان اضربوا يا رجالة. اديله اديله حد منكي. اضربوا اديله يا كريم. انا بحذركوا حد منكي. اهدي بايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذركوا عليه حد منكي. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمة واحدة بس. تعالى الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق. انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقصه رقم مجهول واستظراف. الو الو ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين.
المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصة لطافة. اخلص على فكرة انا ما بهزرش معاك، كلمة زيادة انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من صفك لاسمي كمان انت محامي ناجح، ونعرف عنك كل حاجة، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام، اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي، باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي، حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي طريقك انت النهارده. لا عربيه ايه، ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. العنوان ده تقفل معايا وتروحوا على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لساعتها. لا، في حد بيتهدد بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ اوكي تحت امرك. باي باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل حاضر. يا نعمه يا نعمه، ما تفتح يا اخويا. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ ناجو باديكير؟ انت حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست. لو تكرمت. حاضر. وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ وما نشوف اخرت. يا اخوانا، فين نجوى باديكير؟ يا نجوى. ايه مين؟ ما تقولي ان انت هنا. ما تقول. لا تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبه، نجوى باديكير بتقول لك انها بطلت تلطش من سنه 88. 88؟ عن اذنك. لا براحتك عادي. يا نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي، ولبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. تصدق ان انت راجل تافه؟ وحياتي النعمه راجل تافه. انت اتجننت؟ لا يا فندم، بقول للواد بتاع التوك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. قالت لي ايه؟ بلغتها الرساله. قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى باديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش هتروح، اكتب العناوين ديت. حاضر، مش هروح، بس انا نفسي اعرف حاجه، انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني، اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي.
فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. سمعني يا ابني مش سامعة. الهي يخليك. نعم. الهي يخليك، اعدل لي السماعة لحسن من السمعة. اعدلك السماعة ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد، انا مال انا. معلش يا حبيبي. طبعا. انا زي امك برضه. طيب طب قربي شوية. اهو يا ابني ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي يسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. اه وانت كلمة السر ايه؟ اللحمة لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي، انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ هتيجي تغير لي الانبوبة جوه اللحمة؟ ما بغيرش انبوبة لحد. انت اتجننتي؟ انبوبة ايه ونيلة ايه؟ ايه ودي؟ يا سلام. طب روح هات لي 5 ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شوية مية لو تكرمتي. بتقول حاجة؟ شخص لا، يا ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه. ايوه شكل وجبنه الرومي. ايوه موجوده. والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي. الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكرا. الله يخليك. السلام عليكم. قلتها لي كده. الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا. السلام عليكم. بني ادم يعني ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك في حاجه حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثه كرسي اكس لارج. حضرتك بصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده. انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا عمي. حاضر حاضر. قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية. حاضر. سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر. قلت حاضر ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني فيه. انا كنت هشرب من جنبك. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر. ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيض. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض. لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. اها ايوه ايوه. سامع كده كويس؟ سامع سامع. وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعه عشان الناس كلموني من المحل، قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه ليه تطلعي انت الراقه؟ اهلا اهلا. ليه ياما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه الفشل ده؟ مفيش دعوه. ليه عملت فيها المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمه ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرت صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي، احيانا انا بستعمله مرايه، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي. نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملت فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي. أنا آسف. سامحيني سامحيني يا أمي وخلصيني من الحلقة دي. الله يخليكي الله يخليكي. خلصيني من الحلقة دي.
مين؟ انت عايز مني ايه؟ الو انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ انت فاكر اني خايف؟ انت اهبل ولا ايه؟ عمري ما قبلني واحد زيك انت منه اقلق طز فيك، انا لو اتخلق هفوت فيك. انت مين؟ انت عايز مني ايه يا عم؟ انت مين؟ شطبين انا لو على راسي بضحى كنت اسمع كلامك، بس اللي قدامك ده اسف صخ سليم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت مين؟ انت مين؟ عايز ايه؟ ابوس ايدك قول انت مين؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ابوس ايدك عايز ايه بقى؟ وصل وصل الالف، وصل الالف، وصل الالف، وصل الالف، وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين يا أحمد؟ فين يا مرامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده اهو، شكلي نانسي. وريني كده ليه؟ امال ايه بقى ان شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة اهل سودا. يلا بينا. يلا يلا يا سعيد. النبي ده اسمه كلام؟ استحمى انا ازاي في دوش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوت. كل شويه يعني لازم يتقط مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي، بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه، بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام اهو. لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره ياما، 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه، بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق.
ولا حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو بمفتري انا عملاق صدقي بقى. حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي الفيار. طب ممكن استاذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، تعبش نفسك، انا انزلك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلتوا مع عاطف؟ عاطف بيرجع. خلي حد يشد عشان لو فضل المدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا حاضر؟ ليه توا الإتاوة يا معلم يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع، لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني إيه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب أعمل إيه؟ كده دي أمور شحاتة. لا لا أعوذ بالله، ليه؟ أنا مش حاتش حاجة، أنا بقول لك ظروف يعني. أنت عارف ياد اللي بيعصى أوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى أوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له إيه؟ عارف يا معلم. بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجاه يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخر. انت مبرق ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انسى اللي بقول لك. حاضر. سلام يا عاطف. امشي حماده. حماده حماده يا ابني انت اصحى يا حماده، اصحى اصحى يا حماده. يا نهار اسود، اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله لديت الهلب من قوتي، هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب ابن حلال. استنى استنى، ما تفرطفنيش. طيب ابن حلال ايه؟ انت تعال بس تعال، انت اديت الهلب قوتك، ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب. طب انت جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتنططت شويه من جرب. يا اختي جن يا حلو. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتكسر. يلا اتنطط. يا دي بس 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 بس. يا فيه، انا فعلش اتوى ليه يا بص ياد في وشي كده. انا الهلف يا حارة. مسد الهلف. الهلف عمره مطاع. ده الف مين؟
مين؟ يخسى عليك، مش فاكرني يا هلف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر. معلش دقق كده. مين؟ حمادة. المعلم حمادة. طبعا طبعا المعلم حمادة. بس انا عايز اسألك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوة قوي؟ انا طول عمري عملاق، انتوا بس اللي مش مصدقين. انتوا امي. احب فيك الارادة يا كبير، احب فيك الارادة. بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني عامل لك ايه صبياني؟ ده انا هقطع عمرك هبهدلهم لك. بس انا اطلب منك طلب صغنن صغنن جدا والله، مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي، انا هنزلك. انا هنزلك. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. عملاق. 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 يا حمادة يا حمادة. حبيبي حبيبي وحشتيني. شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا اختي فتا قلنا يا اختي فتا يا اختي جميلة ولا كل الناس يا اختي جميلة شبه الاستاذ يا اختي فتا حبيبي فتا. اقف مكانك. مش مستحيل.